بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بأخبار اليوم. الحقيقة النهاردة بنتشرف باستقبال نظرائنا في مجتمع الأعمال التركي اتحاد الغرف والبورصات التركية مع وفد بيمثل 14 من الشركات الكبرى التركية في شتى المجالات. ده استكمالا لما هو التواصل المستمر بيننا وبينهم. أعتقد أنها بداية طيبة أنهم يلمسوا على الواقع ما شرحت إليهم خلال الشهر الماضي في زيارتي لهم في أنقرة واسطنبول، أن مصر قد عادت أو مصر بتعود، وحان الوقت لفتح الملفات اللي كان متفق عليها وتوقفت بعد يناير 2011 حتى اليوم. ودحنا النهاردة بنتشرف بوجودهم بيلمسوا بالواقع ومجتمع الأعمال ماذا يحدث في مصر، وإن مصر على الطريق الصحيح لجذب مزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل لشباب هذا الوطن. ويمكن السيد رئيس اتحاد الغرف والبورصات قال إذا كانت ثروة مصر لا تملك من الثروات من البترول والغاز، إنها إنما تملك الأقوى وهو الشباب اللي يقل عمره عن 25 عام. ده في كلمته قال هذا الكلام. هذا يعني إن شاء الله إن احنا على الطريق لإعادة البناء لنمو وتنمية حقيقية في الفترة المقبلة إن شاء الله. التحرك اليوم على مستوى رجال الأعمال بين البلدين، هل سنتحرك حكومة الفترة القادمة إن شاء الله؟ خلينا نقول إن في المجال التجاري والاقتصادي التحرك حيكون إن شاء الله قريبا، يعني إن شاء الله نتحرك حكومي في المجال الاقتصادي. تحرك رجال أعمال هم القاطرة، حكومة دي بقيت عربيات القطر، في عربية للنقل، عربية للتجارة، عربية للاستثمار، إنما مين القاطرة؟ هم رجال أعمال. قاطرة تحركت فالعربيات هتتحرك إن أردنا أو لم نريد. بالنسبة للخط الملاحي الرورو، هل في اتجاه لعودته مرة أخرى؟ لو اقتصادياته هتعود هيعود.